احنا مع حضراتكم لسه من مدينه السلوم، وبيشرفنا يكون معانا العمده عمران القناشي، عمده قبيله القناشات، والشيخ جمال ادريس احد اعواق المطروح. اهلا بحضراتكم، نورتونا. اهلا بيك يا فندم، اولا شرفتنا. يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين النهارده معاكم في كل الزوايا في اون تي في، ولسه مخلصين اللقاء مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان اللقاء اخباره ايه؟ والله احنا النهارده في عرس، يعني حضرتك جايه وبشاركي ده عرس يعني، وبعدين لما يكون عرس على اقصى نقطه في الحدود الغربيه فده لي مغزى كبير قوي، مغزى كبير يعني، رسائل للدول المجاوره اللي فيها طبعا اضطرابات ان مصر امنه ومصر قادره على صد اي اختراقات امنيه. كمان احنا بصدد انشاء مشروع قومي، مشروع سياحي عملاق، احنا بنقول السلوم النهارده هلال مصر الساحلي، فكلنا بننساش خير. طبعا سياده الرئيس زف لنا بشرى النهارده ان مطروح اصبحت الان في بورت اهتمام القياده السياسيه، من مشروعات زي العلمين الجديده، زي راس حكومه جديده، زي ميناء جرجوب، زي محور الضبعه، كل الحاجات دي النهارده احنا بنسعد بيها.